الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن أحد القياسات اللي بيتم قياسها عند عمل صورة الدم الكاملة. والحقيقة القياسات دي تعتبر من القياسات المهمة اللي هي وأحد البرامترز اللي بيعتمد عليها تفسير النتائج المعملية لصورة الدم. زي ما احنا عارفين ان احنا لما بنيجي نقيم خلايا الدم نيجي نعمل صورة الدم الكاملة، بنقيم ثلاث أنواع من الخلايا. بنقيم خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية. عشان نقيم خلايا الدم الحمراء بنعمل أول حاجة بنعمل عد خلايا الدم الحمراء، بنقيس تركيز الهيموجلوبين، بنقيس بعد كده بنحسب بعض الحسابات اللي هي او بعض المؤشرات اللي هي حاجه اسمها الام سي في والام سي اتش والام سي اتش سي، وبعدين بنعمل بلاط فيلم وبنبدا او مسحه دمويه وبنبدا نشوف شكل الخلايا تحت الميكروسكوب عامل ازاي، وبالتالي بنبدا نشوف حاجه اسمها الريد بلاد سيلز مورفولوجي، مورفولوجي بتاع شكل خلايا الدم تحت الميكروسكوب، لان ده مهم جدا برضو عشان يوضح لي اللي هو حاجة اسمها البوي كيلو سيتوزيس اللي هو التغير في الشيب اللي موجود داخل الخلايا، وليه طبعا وظائف عديدة جدا اللي هو فحص المسحة الدموية. بيشمل بعد كده تقييم خلايا الدم البيضاء اللي هو بيعتمد على العد الكلي لخلايا الدم البيضاء والعد التفريقي حتى نتمكن من عد كل نوع من أنواع خلايا الدم البيضاء على حدة، وبعدين بيشمل على فحص للصفائح الدموية. من ضمن المكونات أو من ضمن القياسات اللي احنا بنقيسها عند عمل صورة الدم وبالأخص في خلايا ليها علاقة بخلايا الدم الحمراء اللي هي حاجة اسمها الـ RDW. الـ RDW أو اختصارة Red Blood Cells Distribution Weights، Red Blood Cells Distribution Weights اللي هي الـ RDW، ودي طبعا بتوضح لي يعتبر مؤشر للفرق اللي موجود في حجم خلايا الدم الحمراء داخل الدورة الدموية. يعني أنا كان الـ MCV اللي هو الميد كورباسكولار فوليوم بيعكس لي متوسط حجم خلية الدم الحمراء الواحدة، هنا الـ RDW بيعكس لي اللي هو الريد بلاد سيل ديستريبيوشن ويتس، بيقول لي هل في فعلا فرق موجود في حجم خلايا الدم الحمراء داخل الدوره الدمويه او مفيش. الحقيقه الـ RDW نوعين، في RDW-SD اللي يختار اختصار RDW ستاندرد ديفيشن، وفي RDW-CV اللي هي كوفيشنت اوف فاريانس. الاثنين دول طبعا بيتحسبوا. الحقيقه الاثنين دول او النوعين دول من القياسات بيتم حسابهم فقط عند عمل صوره الدم باستخدام جهاز العد الالكتروني، بمعنى ان انت لما شغال بالطريقه اليدويه يعني بتعمل صوره الدم بالطريقه اليدويه لن تتمكن من حساب الـ RDW-CV او الـ RDW-SD، لان حساب الـ RDW هنا بيعتمد على قياس تمكن الجهاز اللي هو يقيس حجم عدد خلايا دم حمراء كتير، بيقيس حجم خلايا الدم الحمراء أثناء عملية العد، وبالتالي بيطلع بالقياس اللي هو الـ RDW-SD أو الـ RDW-CV. طبعا بالنسبة لنا احنا في العد اليدوي ما تقدرش أبدا تطلع غير بالـ MCV اللي هو بيتحسب عن طريق خارج قسمة تقسم البي سي في على الريد بلاد سيل كاونت على عد خلايا الدم الحمراء في 10 وبتطلع النتيجه بالفيبتوليتر. النهارده هنتعرف على بعض ازاي جهاز العد بيحسب الـ RDW-SD والـ RDW-CV. اول حاجه طبعا عشان نعرفها بنعرف اللي هو الجهاز في البدايه، زي ما احنا عارفين ان الطبيعي الحجم الطبيعي لخلايا الدم الحمراء بيتراوح من 80 لغاية 100 فيمتوليتر، ده الطبيعي. اللي بيحصل ان الجهاز طبعا هنا بيبدأ يعمل بيقيس حجم خلايا الدم الحمراء الموجودة في الدورة الدموية، وبيطلع من القصة دي بعمل منحنى، بتعمل منحنى
رسوم الكيرف. الكيرف بيبقى بالشكل ده كده اهو، تمام. هنا بتبقى عبارة عن نسبة، نسبة الخلايا يعني 20% مثلا، 40% وهكذا، نسبة الخلايا اللي موجودة عندي. وفي تحت اللي هو بتبقى عبارة عن الحجم الخلية، يعني الخلية ممكن تبقى 50، تبقى 60، تبقى 70، تبقى 80، تبقى 100، طبعا 100 في متوليتر، 110، ده اللي هو حجم الخلايا الموجودة في الدورة الدموية. بعد الجهاز ما بيقيسها بيبدأ يقول 20% من الخلايا مثلا عندها الـ MCV بتاعها مثلا اللي هو 20% من الخلايا حجمها مثلا عند كام؟ عند 60، فيجي عند 60 يروح حاطط علامة، بعد كده وهكذا، أو 20% من الخلايا حجمها مثلا عند 100. يبدأ بعد كده يطلع بيه وهكذا، كل مرة بيحط نقط يطلع بيه منحنى، المنحنى ده بيوضح لي اللي هو توزيع الخلايا. عشان كده لو انت فاكر احنا قلنا ال RDW، قلنا ال RDW Red Blood Cells Distribution، دي كان Distribution Width. Distribution هنا المقصود بالتوزيع بتاع الخلايا على المنحنى. عشان يحسب بقى الجهاز هنا اهو ال RDW-SD، طبعا هنا النقطة اللي في النص دي بتمثل لي البيد، بتوصل لي المتوسط، يعني لو نزلت بخط كده من فوق لتحت، تمام، النقطة اللي جت عندي هنا دي هي المتوسط بتاع خلايا حجم خلايا الدم الحمراء اللي موجودة في الدورة الدموية. هو عشان أحسب أنا الـ RDW-SD بتتحسب إزاي؟ باجي عند 20%، عند 20%، يعني 20% من خلايا حجمها على الكيرف قليل وحجمها عالي، وباخد واحسب المسافه دي قد ايه، بحسب المسافه دي قد ايه بالفيبتوليتر. طبعا انا بادئ مثلا هنا اهو من 60 وانتهيت عند 100، تبقى هنا 40، يبقى كده تبقى من 60 لغايه 100 تبقى 40 فيبتوليتر، 40 فيبتوليتر. يبقى ده هو الاس دي، ار دي دبليو اس دي زي ما بيحسبها الجهاز. لو انت خدت بالك هنا اهو، كل ما تزيد حجم الخلايا في الحجم، يعني كل ما الخلايا تبقى ماكروسيتيك، كل ما المنحنى يبقى عريض، الديستريبيوشن يزيد، منحنى يبقى عريض، يبقى الفرق ده هيزيد، يبقى الاس دي هيزيد معايا. بمعنى كده ان الار دي دبليو اس دي هيزيد كل ما يحصل. طبعا ده بيوضح لي الفرق بين احجام الخلايا، فبالتالي هيزيد كل ما يحصل زياده في الام سي في، كل بحجم الخلايا يزيد. وبالتالي لما دايما لما الاقي في تغير في الام سي في هلاقي في تغير في ال RDW-SD او RDW-CV. الحاجه اللي بعد كده اللي هو، طب لو الخلايا بقت مايكروسيتيك برضو الفرق هيزيد، بس هيزيد لجوه مش هيزيد لبره. بمعنى ان هو لو الخلايا نورمال عند 100 او عند 90 اعلى حاجه بالنسبه لها، يعني هلاقي بعد كده اللي في حاله المايكروسيتيك الخلايا هتنزل تحت ال 60، تنزل عند ال 50، تنزل عند وهكذا. فلما بتنزل الخلايا تحت الفرق برضه بيزيد هنا اهو، بالنسبه للاس دي هنا بيزيد. فبالتالي في الحالتين، في حاله لو كانت الخلايا دي مايكروسيتيك او كانت الخلايا ماكروسيتيك، تمام، في الحالتين دول هيزيد ايه؟ هيزيد اللي هو ال RDW-SD. دي معنى كلمة ال RDW-SD، وده فكرة التعريف اسمه Red Blood Cells Distribution. فالديستريبيوشن هنا المقصود به، والويتس العرض ده المقصود به هنا الديستريبيوشن بتاع الكيرف والعرض بتاع الكيرف، كل ما يزيد معايا في الماكروسيتيك وكل ما يزيد معايا في المايكروسيتيك بيعكس لي وجود اختلافات موجودة في حجم خلايا الدم الحمراء داخل الدورة الدموية. ده ايه بقى المعامل التاني اللي هو ال RDW-CV اللي هو اختصار Coefficient of Variance. ده بيتحسب ازاي؟ ده بيتحسب ان انا بعد ما حسبت ال SD باخد ال SD دي اقسمها على ال MCV، على ال MCV، على Mean Corpuscular Volume، على ال MCV، اقسمها على ال MCV، على Mean Corpuscular Volume، وعلى متوسط حجم خلايا الدم الحمراء اللي هو موجود في الكيرف، اللي هو موجود هنا، على متوسط حجم خلايا الدم الحمراء، اقسم ال SD على متوسط حجم خلايا الدم الحمراء اللي هو هنا البيد اللي هنا، واقسمها على واضربها في 100، تديني في الحاله دي ايه؟
تديني في الحاله دي اللي هو ال RDW-CV. RDW-CV يعني ال RDW-CV هو نسبه الاس دي ال RDW-SD من ال MCV من ال MCV. طبعا كل ما يزيد، لو انت لاحظت الاس دي موجود في البسط وال MCV موجود في المقام، كل طبعا اللي هو كل ما يزيد الاس دي في القيمه كل ما هيزود لي ال RDW-CV تمام، وكل ما يقل ال MCV كل برضه ما هيزود لي. لكن زي ما قلنا يبقى دول قياسين بعتمد عليهم، ال RDW-SD وده الطبيعي بتاعه، المتوسط الطبيعي بتاعه يعني الرينج الطبيعي بتاعه بيتراوح بين 40 لغايه 55 فيمتو لتر، والتاني اللي هو ال RDW-CV بيتراوح المستوى الطبيعي بتاعه من 11.5 لغايه 14.5 او لغايه 15 بيرسنتج بالنسبه، بقاس بالنسبه عشان انا بقسم الاس دي على الام سي في في 100. بدا معنى كلمه الار دي دبليو معناها الريد بلاد سيلز ديستريبيوشن ويث، بتوضح لي الفرق الموجود في احجاب خلايا الدم الحمراء داخل الدوره الدمويه. طبعا الار دي دبليو ممكن يتأثر قبل حتى تأثر الـ MCV الموجود في الدورة الدموية، فيعتبر مؤشر بيدل على وجود تغير، إن الخلايا إن أنا هلاقي في فرق في أحجام الخلايا اللي موجودة داخل الدورة الدموية. طبعًا في واحد تاني موجود مع البليتلتس اسمه الـ PDW يعني هو البليتلت ديستريبيوشن ويث، وده برضه بيوضح لي نفس الطريقة هل في فرق في حجم الصفائح الدموية اللي موجودة في الدورة الدموية أو ما فيش. إن شاء الله تكون الجزء ده واضح من خلال الشرح اللي هو الـ Red Blood Cells الـ RDW-CV والـ RDW-SD. وإن شاء الله ما تنساش تعمل سبسكرايب، تسجل على القناة علشان تقدر تتابع الفيديوهات اللي بتنزل على القناة أول بأول. وشكرا لحسن استماعكم.